السلام عليكم، وياكم دكتور علي فارس. اليوم راح نشرح سوفتوير شركة جينراي سوفتوير ثيا. هذه الواجهة الرئيسية للبرنامج التي تحتوي على البيشنت ليست على يسار الشاشة وعلى التيست على اليمين، سي بي سي تي، بانوراما، سي فولو، وكذلك الكابتشر اللي هي صور السكرين شوت. بداية نقوم بإضافة بيشنت من خلال البيشنت ليست، نضغط آد بيشنت ونكتب اسم المراجع ونحدد في مكان إذا فيميل أو ميل ونضغط ريجستر. تظهر هنا أسماء المراجعين وممكن حذف واحد من خلال الضغط على ديليت. نختار أحد الكيسات ونضغط دبل كليك على نافذة السيتي، ينقلنا إلى النافذة الأخرى، نافذة التصميم. تحتوي على 4 فيوات أساسية، الـ 3D والأكزيال فيو والكورونال فيو والساجيتال فيو. توجد العديد من الخيارات على يسار الشاشة ونبدأ بها تباعا. أول خيار هو المكبرة، نقدر نسوي زوم إن وزوم أوت من خلال دوران عجلة الماوس أو السكرول. الخيار الثاني لدوران الفيو، أو ضغط عليه مرة أخرى لدوران الأكسس وثبات الفيو للحصول على كوستم فيو. الخيار الثالث لإظهار وإخفاء الأكسس. الخيار الرابع ريتيرن، في حالة تغيير الأكسس والفيو كثيرا ونريد العودة إلى الديفولت فيو نضغط عليه. الخيار الخامس للرسم والتأشير، وهو قليل الاستخدام لأنه موجود في الخيارات القادمة في الأسفل. الخيار السادس تقنية السمارف، واختصار السمارت ميتال ارتيفاكت ريدكشن فانكشن، في مناطق البرجات والكراونات الميتال يكون نويز وسكتر بالأشعة، من خلال الضغط على خيار السمارف يحصل ريدكشن لهذا النويز أو السكتر. القائمة الثانية تحتوي على خيارات الإضاءة والكونتراست لزيادة وضوح الصورة، بالإضافة إلى خيارات الانفيرت لعكس الصورة، والان شارب ماسك لزيادة الحدة، والشاربن أيضا لزيادة الحدة، والدينوزنج لجعلها سموث أكثر. من أجل العودة إلى الديفولت يمكن الضغط دبل كليك على أيقونات الإضاءة والكونتراست. القائمة الثالثة قائمة الميجرمنت، نضغط على الرولر ونقيس ثيكنس البون وطول البون. نضغط رايت كليك لتغيير لون الخط وتغيير حجم الخط وتغيير لون الكتابة وحجم الكتابة. وخيار الزاوية نستطيع قياس الزاوية، فمثلا ها قياس الزاوية 17 درجة. خيار الثالث خيار المحيط، يكون ذو فائدة كبيرة في كيسات الاندور قياس الوركينج لينث. نعمل كوستم فيو بحيث يظهر الروت كامل، ونقوم برسم خط منحني مستمر مع انحناء الروت الى الرفرنس بوينت، يظهر الوركينج لينث 19 ملم 19.5. الخيار الرابع لقياس المساحة، فمثلا مساحة السانوس المساحة المربعة. هذه 1245 ملم مربع. عند تغيير الفيو أو السلايسنج تختفي القياسات، فمن أجل العودة إلى القياسات تظهر في هذه القائمة دبل كليك على كل قياس اللينث أو الأريا أو أي خيار آخر قمنا بإضافته دبل كليك، يرجعنا إلى الفيو التي تحتوي على القياس. القائمة الرابعة قائمة الدروينج، نقوم برسم شيء أو تحديد شيء، وضع سهم تأشير على هذا المكان، مربع نحدد فيه منطقة، وتكست لإضافة ملاحظة. نكمل بقية التفاصيل في فيديوهات قادمة. تحياتي.